على سائل يقول إني أبلغ أهل السوق أحيانا وهم لا يلتزمون بالحجاب الشرعي ويلبسون النقاب، وآخذ منهم حق المشوار بطيب نفس منهم ورضا، هل هذا المال الذي آخذه حلال أم حرام؟ علما أني إذا لم أوصلهم فسوف يقوم السائق أو السائق الأجنبي قصة في الشارع بذلك، وأنا أخشى هذا الأمر وليس لي عليهم سلطة، أفيدوني جزاكم الله خيرا. أولا ما ندري كيف يأخذ حق المشوار وهو أهله يجب عليه أنه يقوم بما يحتاجون بدون أن يأخذ عليهم شيئاً. وثانياً كيف أن أهله يخرجون عن الحشمة ولا يستطيع منعهم وهم أهله؟ له السلطة عليهم وله القدرة عليهم بأن يمنعهم من ترك الحجاب وأن يلزمهم بالحجاب، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فله السلطة وله القدرة على أهله، فلا يتركهم يتمردون على أمر الله سبحانه وتعالى ويخرجون بدون حجاب أو بحجاب غير ساتر، لأنه مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قد يكون بنتاً صغيراً الشيخ هو اللي يأخذ الأجرة بالعادة، صغير في الأسرة يعني يبلغ أمه وأخواته. الصغير غير مكلف إذا كان ما بلغ غير مكلف، وبالتالي ما يمكن من قيادة السيارة وهو صغير بما في ذلك من الخطر. نعم أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.